قبل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين لإقرار المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل اللي بيتيح لمصر صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار. عبد الفتاح السيسي اجتمع مع وزير التربية والتعليم اللي مش دكتور محمد عبد اللطيف وسط أنباء عن نية الحكومة الجديدة في مصر اللي تشكلت برئاسة مصطفى مدبولي إنها تتخذ مزيد من الإجراءات الخاصة بخفض الدعم المقدم للمواطنين تنفيذا لإيه؟ لشروط وتوجيهات وأوامر صندوق النقد الدولي. إيه رأي حضرتك؟ تكمل معايا؟ كمل معايا. المراقبين بيتوقعوا إن حكومة السيسي ناوية تعمل الفكرة اللي أجلتها قبل كده كذا مرة اللي بيسموها إنها مواجهة للزيادة السكانية في مصر والحد من فاتورة الدعم، وهي إن يبقى مجانية التعليم لطفلين وبس، وأي أطفال أكتر من كده 3-4 زي ما يكون مش هيبقى عندهم مجانية في التعليم أبدا. الكلام ده يا جماعة هو إرادة وطنية؟ لا، الكلام ده إرادة لصندوق النقد الدولي وداعا لمجانية التعليم وداعا لمجانية الصحة. مصر بتسمع أوامر صندوق النقد الدولي اللي بيؤمر فيها فيطاع. افتح معايا أرشيف الجزيرة هتلاقي الخبر ده اللي بيقولك وداعا لمجانية التعليم والصحة في مصر. ليه؟ لأن من شروط صندوق النقد الجديدة اللي شارطها على مصر إن ما يكونش فيه دعم للتعليم ولا للصحة. إلغاء مجانية التعليم بالمراحل المختلفة هيحصل بصورة تدريجية على مدار سنوات. طيب، زي إلغاء مجانية أو إلغاء الدعم عن البنزين والغاز والسولار والجاز، زي إلغاء المجانية أو الدعم عن الكهرباء، زي إلغاء الدعم عن الدواء. كل ده إلغاء مجانية اتكلم عنها حسني مبارك. هتقولنا يا جماعة حسني مبارك هو بيتكلم عن صندوق النقد، وياريت نشوفه مع بعض هنا. صندوق النقد حاططنا في دماغه، صندوق النقد عايز يحط في رقبتنا طوق ويسحبنا وراه، وعبد الفتاح السيسي وافق على ده وحط الطوق في رقبة مصر. واللي بيحكم مصر دلوقتي الست دي، مش عبد الفتاح السيسي. الست دي بتأمر في مصر فتطاع. الست دي اللي هي على راس صندوق النقد الدولي بتقول للسيسي يغلي الدواء يغلي الدواء، مفيش دعم للكهرباء مفيش دعم للكهرباء، مفيش دعم للبنزين، مفيش دعم للتعليم، مفيش دعم للصحة. والسيسي جاي ينفذ ويقول امين، ويطلع طبال من هنا وطبال من هناك يقول لك ده عشان البلد. بلد مين يا ابو بلد؟ دي اوامر وكلكم بتقولوا امين. قبل كده برضو وافقوا على تأجير المستشفيات الحكومية علشان يخفوا الدعم، علشان الست دي امرتنا بكده. افتح معايا الحره وافتح الارشيف بتاعها هتلاقي الخبر اهو بيقول لك ايه. يوم اسود في تاريخ الصحه، مخاوف في مصر من تداعيات قانون تاجير المستشفيات الحكوميه. مين كان يصدق ان يجي اليوم اللي تلاقي فيه المستشفيات الحكوميه المصريه بيتم تاجيرها لكل من هب ودب؟ اللي معاه يشيل، بكره هتلاقي اللي معاه يخش برضه يشيل مدارس ويشيل مديريات تعليم وادارات تعليميه، بكره هتكون كل حاجه في مصر مفتوحه للمزاد، اللي معاه يخش يشيل، خش خد زي ما انت عايز، عايز تأجر مستشفيات، عايز تأجر مدارس، عايز تتحكم في رقاب العباد، عايز تعمل اللي انت عايزه. ليه؟ لان هنا ارض مباحه، لا ليها رئيس ولا ليها زعيم ولا ليها حكومه ولا ليها اراده. زي ما اتقال قبل كده على لسان الرئيس الوحيد اللي انتخبه المصريين، اللي بيطلب من غيره ما بيمتلكش ارادته، واللي بيمد ايده باليمين يقول هات بيوطي راسه طول الوقت ويقول حاضر ونعم. وده الحال في بلدنا. اي حد بيمشي ورا صندوق النقد، صندوق النقد بيقول له كده. هو والبنك الدولي، تعال اوريك مثلا مثال على الاشقاء في المغرب. البنك الدولي دعا المغرب للابتعاد عن مجانية التعليم والتطبيب، قال لهم مفيش كده. يعني احنا في بلادنا العربية وبلادنا من ايام عبد الملك بن مروان، من ايام الدولة الاموية، عندنا تعليم وطب ببلاش، وصندوق النقد الدولي بيقول لك لا مفيش مجانية. هات لي الخبر تاني عشان يشوفوا ان دي سياسة على الدول المستهدفة ومنها المغرب. هسبريس نقلت وقالت البنك الدولي دعا المغرب للابتعاد عن مجانية التعليم
والتطبيب اللي هو الصحة مستهدفين.